طيب ده كلام مهم جدا وأمين على كل كلام لتامر أمين، لكن في زاوية تانية بقى الزميل العزيز الكابتن سيف زاهر شاف الأهلي بطل العالم في إيه؟ نشوف. النادي الأهلي هو بطل العالم في الإنسانية. يعني إيه إنسانية؟ يعني تكسب بطولات وتفكر في تحضير لعيبة وترجع مصابين وتاخد مصابين وهم معاك يحتفلوا بره، وتاخد المصابين عندك اللي جوه يتوجوا طالما هتتوج بالبطوله بره، ولقطات مهمه جدا جدا. وليد سليمان، محمد الشناوي، سعد سمير قعدوا مع نيدفيد وقعدوا مع محمد محمود. ان شاء الله هترجعوا، ان شاء الله ترجعوا من الاول. وجم من حوالي 3 4 ايام كده، يلا يا رجاله هانت نفسكم في ايه؟ نفسنا نكون موجودين مع الاهلي في البطوله الافريقيه، في النهائي الافريقي. دخلوا كلموا موسيماني، قال لهم الراجل ما عنديش مانع، شوفوا الكابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ اقتنع بالفكر، وابتدى الكابتن سيد عبد الحفيظ يتحرك مع الكابتن محمود الخطيب ويشوف ايه الاجراءات ويشوف الموافقه. وليد سليمان مصاب مش هيلعب المباراه، ولكن موسيماني قال وليد يكون موجود. القصة مدير فني ولعيبة، القصة حالة نفسية بتعم على اللعيبة بالكامل، على اللعيبة بالكامل. حالة النادي الأهلي داخل وخارج الملعب هي دائما وأبدا اللي بتخليه على المنصة. لا دي حاجات. أنا أقول لك حاجة، هو الكابتن عماد النحاس لما جاله رباط صليبي وتكرر كان في اتجاه طب نخليه في القايمة ولا يخرج بره القايمة وبعدين يخش امتى وكده، وكان رأي مستر جوسي ووافق معه يعني اللجنة وقتها وجوده وهو مصاب في وسطينا، كانت القايمة يعني تسمح بهذا، يعني هيكون دافع كبير جدا معنويا له انه بسرعة يرجع يعيش اللحظة. اهتمامك بالمصابين اللي عندك ده مش اهتمام يعني دعائي او شو، احنا في لعيبه عندنا اصيبت زي اسحاق اول النيجيري. لا اسحاق ده اصيب عندك، اصبر عليا بس. انما اللي اصيب ما اصيبش عندك اثناء اعارته بره، حسين امين، كابتن حسين امين وكابتن محمد علي كانوا معارين بره الاثنين بالتوالي. فجم مخضوضين هنعمل ايه هنعمل ايه؟ احمد علي تقصد؟ احمد علي الباك بتاع المنصوره. بتاع المنصوره. احمد علي. اللي جبناه من المنصوره كان فيرود ولعب باك رايت. لعب باك رايت وهايل ولحد دلوقتي بيلعب الحقيقه. صحيح. لعيب مميز جدا. والنادي الاهلي عالجهم مهتم بيهم ولحد ما وقفوا على رجليهم، وبعد كده ما كانوش في قوائم النادي الاهلي. يمكن احمد لعب شويه. واحمد فتحي حصلت معاه وهو مصاب في نهائي 2008. يعني لا دي ده منهج. اذا كانت الظروف تسمح والقوائم تسمح ومش ممنوع، لا النادي الاهلي بيلجا لهذا. وجود هذا الثلاثي مع النادي الاهلي مهم جدا جدا. هم كمان لعيبه كبار يعني. جدا طبعا. يعني لعيبه كبار ومنهم اثنين يعني بره الصوره بقالهم مده. نخش وانخرطوا ويعيشوا بقى حتى جوه الفقاعه اللي بيحصل عليهم بيحصل لزمايلهم واللي بيحصل لزمايلهم بيحصل عليهم. بيختصر لهم وقت العوده طبعا. مؤكد ان بيدي لهم يلا بقى نرجع، يلا بقى نرجع. كلام جميل جدا، ويعني انا شايف انه دي تفصيلات صغيره مهمه الحقيقه. دي اللي بتربط اللعيب بالنادي الاهلي كمان حقيقة. صحيح.